يقال أن رئيس الوزراء عاد بضمانة سعودية، هل تعتقد أن السعودية ستتجاوز هذه المسألة ولن تلتفت لها؟ السعودية تعرف تماما بأن المجلس الانتقالي لا يمانع أساسا من عودة العليمي ولا عودة معين، وبالتالي لا يمانع من ممارسة مهامهم. فإذا كان هناك نوايا بالفعل أنهم عادوا لممارسة نواياهم وممارسة مهامهم وانتشار الأوضاع مع هذا، بعيدا عن فتح حروب جانبية ومشاكل جانبية واختلاق مثل هذه الحجج مثل هذه الذرائع، فهناك مهمة للحكومة المجلس الانتقالي بأمس الحاجة عليها، مهمة الحكومة بإعادة الخدمات، انتظام الرواتب، كثير من الجانب الاقتصادي، نعم. الجانب المعيشي هي من أوليات الحكومة ومن مصلحة المجلس الانتقالي أن تكون لحكومة المتواجدة. لم يعد المجلس الانتقالي أي حساسية الآن، فهو أساسا مخرط في شراكات سياسية مع تحفظاتنا عن هذه الشراكة، وبالتالي عودة معين أو خروج معين البوابة أو دخوله أو بقاءه أساسا ليست مشكلة مع المجلس الانتقالي، ولا معين أساسا محتاج إلى هذا الحصار، ولا هو بحاجة إلى من يحاصره وأن يحشد عليه كل هذا. هو يتذرع، والمنظومة والجوقة التي تحيط بها هي تحاول أن تصرف الأنظار بعيدا عن ما يتطلب من معين ومن حكومة أن يقوم بها، ففسادها أن تشهر بالآفاق، كل فشلها وكل إخفاقاتها محتاجة الآن إلى من يستر عورتها بهذا الشكل، واعتقد بأن هذه هي ورقة توت تحاول أن تس. ما حصل في بوابة معاشيق أنتهى ومضى أمره، ليس لا يفترض أن نتوقف عنده كثيرا، لابد أن نعرف نتحدث الآن لماذا عاد معين، هل هناك بالفعل ما جعبته أن يقدم هذه المحافظات والعدن بالذات، أم أنه فقط أتى ليقول بأنني منعت عنه ويعود ثانية مرة إلى الرياض ويعود مرة ثانية إلى العدن، وبهذا الشكل نعم. يظل الرجل رايح جاي بهذا الشكل، وبالتالي يعلق كل فشله وكل فساده على المجلس الانتقالي.